مشاهدينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم في عدد جديد من برنامجكم الأمن والمواطن. بداية، الأمن الحضري الثالث ببجاية يتيح بطالب جامعي يمتهن سرقة محلات تجارية وحيز تقرص مهلوسة. تفاصيل أكثر مع الزميلة ديابة إليسيا. مواصلة للجهود الهادفة إلى محاربة الجريمة الحضرية بمختلف أشكالها، تمكنت عناصر الشرطة التابعة للأمن الحضري الثالث بأمن ولاية بجاية هذا الأسبوع من الإطاحة بطالب جامعي يبلغ من العمر 20 سنة تورط في سرقة محل تجاري وحيازة أقراص مهلوسة. تفاصيل العملية جاءت بعد تسجيل شكوى لتاجر تعرض محله الكائن بالمركز التجاري إيديمكو للسرقة من طرف مجهولين بعدما أقدموا على تسلق سطح المحل وفتح الباب من الداخل بعد كسر الأقفال والاستيلاء على تجهيزات ومعدات إلكترونية، حيث أقدم الفاعل بعرض ثلاجتين للبيع عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك باسم مستعار. ولأجل توقيفه أعدت الفرقة المحققة خطة محكمة أين تم توقيفه وضبط بحوزته على 3 أقراص من المؤثرات العقلية من نوع بريغابالين. العمومي يباشر مهامه للتخفيض والحد من حوادث المرور والمخالفات المرتكبة من طرف أصحاب الدراجات النارية، تضبط وضعيات مخالفة لقانون المرور. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. تواصل شرطة بجاية عملياتها الاستباقية الواسعة التي تهدف للتخفيض والحد من حوادث المرور والمخالفات المرتكبة من طرف أصحاب الدراجات النارية. حجزت مصالح الأمن العمومي المئات من الدراجات من مختلف الأنواع وضبط أصحابها في وضعيات مخالفة لقانون المرور لعدم حيازتهم لرخص السياقة أو عدم حيازتهم الخوذ الواقية، حيث اتخذت ضدهم الإجراءات القانونية التي تتماشى مع طبيعة المخالفة المرتكبة من بينها الوضع في المحشر. الحفاظ على الصحة العمومية وحماية المستهلك من المنتوجات الغير صالحة للاستهلاك، شرطة بجاية تحجز 72 كيلوغرام لعدم احترام سلسلة التبريد. تفاصيل أكثر في التقرير التالي. تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمصلحة الولائية للأمن العمومي بولاية بجاية من حجز كمية من اللحوم الحمراء الغير صالحة للاستهلاك البشري يقدر وزنها ب 72 كيلوغرام، مع مصادرة كمية أخرى يقدر وزنها ب 155 كيلوغرام لعدم احترام سلسلة التبريد. تفاصيل العملية جاءت بعد توقيف عناصر الشرطة العاملة في الميدان لمركبة تجارية من نوع كيا على مستوى حي 18 فبراير بمدخل السوق الأسبوعي إيديمكو، معبأة بكمية من اللحوم الحمراء مجهولة المصدر تتمثل في 60 كيلوغرام لحم بقر و12 كيلوغرام لحم غنم. بعد عرضها على الطبيب البيطري التابع للمصالح الفلاحية تبين بأنها فاسدة غير صالحة للاستهلاك ليتم إتلافها وتحرير ملفا جزائي ضد المخالف. والمركبة الثانية غير مزودة بغرفة تبريد أين تم توقيفها على مستوى شارع تيكاميرا، مغبأة بكمية من اللحوم الحمراء موجهة للتسويق بنفس السوق.